السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه العاشره يا جماعه الخير من لعبه إلدر رينج، من اضافات لعبه إلدر رينج يا جماعه الخير. ودكم نبدا تضغط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا اخوان على الدعم الجميل، شكرا، الله يسعدكم، اتمنى توصلون دعمكم. وخلونا نكمل، بسم الله، خلونا نكمل يا جماعه الخير، خلونا نكمل، خلونا نكمل. اليوم راح يكون عندنا منطقة التنانين دي ان شاء الله. هنا يا جماعة خير، الحلقة الماضية يا اخوان كنا هنا، اوه في اشياء كثير نبغى نسويها الحلقة الماضية. يا رب لك الحمد والشكر، انجزنا اشياء كثيرة. رحنا البرج ده حق الالغاز، وكان لغزه جدا سهل عندنا، تخيلوا عندنا جماعة خير كفنا، وعندنا كفنا. الحلقة الماضية جيت من هنا قلت لكم ما في شيء، شو بعد ما خلصت الحلقة قاعد تلفلف طلع فيه كفنا. وفيه عندنا يا جماعة الخير تيليبورت هنا، تخيلوا. لا مو هنا، هنا يا جماعة الخير في هنا بحاف، فين فين قلت انا بله ثواني، في تيليبورت يا جماعة الخير، في علامة شجرة، ايوه هنا يا جماعة الخير، هنا في تيليبورت. والله ما ادري على فين يودينا، بوابة يعني يا جماعة الخير، لما قلت تيليبورت قصدي بوابة، والله ما ادري فين تودينا. والله فجأة ممكن هنا، ها ناخذها ان شاء الله حناخذها، بس بالبدايه ابغى اوريكم شيء، خلوني اوريكم يا جماعه الخير. ابغى اجي هنا، هنا يا جماعه الخير في رساله اخذتها يا ربي متى، الحلقه الخامسه لما واجهنا رينيلا مدري ميريلا، المهم لما واجهناها بعد ما واجهناها يا جماعه الخير اخذنا رساله. الرساله دي ما قد وريتكم اياها، الرساله تقول خطاب موجز مع رسم يعكس راهبا يداه متشابكتان. يا جماعه الخير ابحث في الشرق اذا رغبت في ان تكون محاربا، عندما تجدني سوف تتحداني في نزال، لا حاجه الى قول المزيد. نفسي اروح اواجهه، قال لي تلاقيني يا جماعه الخير فين؟ في الشرق. فين الشرق؟ الايست. الايست من فين؟ من هنا، من هنا اعتقد، والله ماني متاكد ترى، من عند يعني قاعد اقول انه من هنا ممكن الاقي، بس اعتقد هنا بالجهه دي اللي هنا. تحداني يا جماعه الخير، خلونا نروح ونجلده، بس قبل ما نروح ونجلده نبغى نروح الكف ذا اللي هنا في قريه بوني. قريه بوني كنا فيها متى؟ متى يا جماعه الخير؟ بالحلقه الماضيه. الحين ايش راح نسوي؟ راح نرجع للقريه دي، نرجع للقريه دي يا جماعه الخير. هو انا بس ولا اللعب دي دائما يحطوك بالليل؟ صدقوني النهار يمكن دقيقتين بالوقت الحقيقي، على طول دائما يجي ليل، النهار مره قصير. فخلونا نكمل يا اخوان، خلونا نكمل، خلونا نكمل. عندنا المخالب الرهيبه، وعندنا المطرقه دي اللي شكلها كنت تحسها لك عليه، بس يا جماعه الخير الضرر جدا عالي، بالذات يا اخوان اذا سويت كذا، سويت كذا ضرر اسطوري يا اخوان. شوفوا كم وصلت، 1500 تشبك اس مع الاركين، فرهيب اعرف كيف. خلونا نكمل يا اخوان، الحلقه الماضيه كنا هنا ونبغى نروح الحين هنا. الحلقه الماضيه كنا بالقريه دي في المحاربين ذولي، انا كنت اواجههم الحلقه الماضيه. خلونا بس اوريكم الضرر، ضربتين مشحونه راح تطيحوا، طيح. شايفين بلاي كم الضرر؟ شايفين؟ شيء جميل صراحة، مطرقة كذا شكلها مو حلو بس الضرر طيب، خذوا مني العلم يا جماعة الخير. ايش كمان؟ ايوه الحلقة الماضية جبت سلاح كذا عبارة عن قفازات، والله مرة لك عليه مرة. خليني اوريكم اياه، اية واحد. جبت سلاح عبارة عن قفازات، هذه يا جماعة الخير. تسبب في تراكم السم، قويت لين التاسع، جربتها مره مره لك عليها صراحه، مو زي المخالب الرهيبه ذي اللي حطيت فيها النزيف 115، عارفين خليتها بليد بحت، عارفين كيف؟ اول كنت حط البليد ولا الصقيع، الحين بس بليد، الضرر ما شاء الله عالي. لبست الدرع ذا يا جماعه بالله، بس خليني اوريكم، اعتقد الدرع ذا حظل عليه اكثر من حلقه. ليش يا عبد العزيز راح تظل عليه اكثر من حلقه؟ عشان يا جماعه اخر دفاعه جدا قوي، شوفوا كيف كل شيء يضعفني، كل شيء يضعفني زي ذا الدرع، واقل عزلة ما في، ما شاء الله ضرر عالي. شوفوا عشان كذا شيل سلاحين فقط، لو شلت سلاح ثالث يصير ثقيل. مدى انا احط التالسمنت حقت اللي تقويني من ناحية الحمولة، حتى عندي ذي القوية، بس والله ما ادري، ما ابغى افرط بهذه. يعني انا لابس درع قوي
وحاط التالسمان 2 حقت اللهم صل وسلم على نبينا محمد حق الدفاع، هذا السحر وهذا الجسدي عشان بلد الرينج يعني الضرر اللي انت تسويه كبير. ايش اللي تبغاه؟ الضرر اللي انت تستقبله قليل، عارفين كيف؟ اعتقد في عقارب هنا، كنت بقول عناك جدا قريب، كنت تقول عناك، في عقارب هنا. ايوه عندنا اول واحد هنا، هكذا النظام. بارا بوم المعدوم، بوم الله الله، افضل سلاح عندي الى الان بالاضافات ذا. فين عبد العزيز افضل سلاح عندك بالاضافات ذا يا جماعه؟ اخر شيء تبغى تجي امام العقرب. الله الله، والله لما يصير البليد شيء يا جماعه. يا اخواني اذا حتسالني قل عبد العزيز فين افضل سلاح عندك بالاضافات الى الان؟ هل المخالب ذي جدا رهيبه وشياكه وقويه وتسوي بليد؟ يعني جابه كل شيء. طب تدخل معي هنا. خلونا ندخل يا جماعه الخير، ما ادري ايش منتظرنا هنا بس خلونا ندخل. انا الشعر تخليه ثقيل. يا والله الطيف والله تخليك ثقيل. الحلقه الماضي والله سجن بوني، اوكي. ايش ابغى اقول لكم انا؟ اي والله الحلقه الماضيه جبنا كتانة رهيب. بس والله ما ادري، مو ذاك القنبله، هو والله رهيب صدقوني. بس مو ذاك القنبله، جبت ذا سيف الكتانة العظيم لصياد التنين، التنانين. ايوه كان عبالي صيد التنين مكتوب، بس مكتوب لصياد التنانين. يا جماعه جبت الحلقه الماضيه وبدع معانا، بس المطرقه دي ما شاء الله ضررها عالي. الحين خلونا نكمل بالمكان ذا. ايش عندنا هنا؟ نفس الدنجن اللي كنا فيه قبل كذا. خلونا نرتاح ليش لا؟ من النوع اللي تحب عبد العزيز، صح صح. من النوع اللي تشيل هم الجاذبية. أكبر عدو لي بألعاب السولز كلها. الجاذبية يا جماعة الخير. فراح تسوي، انا قلت ايش؟ قلت اسوي الكاف ذا على السريع. بشكل حظل في نص الحلقه، بعدين اروح لمنطقه التنانين. دبل الارواح وكانها زادت لما سويت التعويذه ذي، والله ما ادري. لحالك بطل ولا في واحد هنا؟ حجي البطل هذاك، بس خليني اقتل اللي هنا. نقتل اللي هنا. هذول يا جماعة آخر قد واجهتهم قبل كذا. والله السلاح ذا هان مخالب هنا، كأنها راح تورطني. كأنها راح تورطني. يا الله الله طعنا. هاي يا جماعة الخير. خلوني أشيل المطرقة. وأحط الكتانة. المطرقة تجينا بنواجه شيء جدا قوي، عشان إذا تبغى تطيح شيء جدا قوي باللعبة ذي إيش لازم تسوي؟ تدي له هجوم ثقيل أي شيء. أوه بديك ولدكم كيف أفتحها؟ أي شيء قوي باللعبة ذي كبير يعني حجمه أبغى أطيحه يا عبد العزيز إيش أسوي؟ أدي له ضربات ثقيلة مشحونة، فما في أفضل من الأسلحة الثقيلة بذا الشيء. فتنين جاينت جيب لك بس سلاح جدا قوي من ناحيه الضرر وثقيل، ودي له بالهجوم الثقيل صدقوا راح يطيح على طول ان شاء الله. فاذا واجهنا التنين ايش راح اسوي؟ لا هلا بالحلوين ومسكوني ان شاء الله تجيب فيهم كلهم. لا تبغى واحد بس. عرفك قاعد احاول كمان انوع بالاسلحه، في اسلحه كثير جربتها يعني وعجبتني بس ما رجعت لها. عرفك شو والله احاول انوع يا جماعه الخير، احاول انوع دائما بالاسلحه. والله مكان كبير الحمد لله، زياده على تحت ما تنزل يعني المكان، مو لازم تنقز على الجرات اللي عارفين. فشكرا والله، كمان حابب اشكركم اخوان، شكرا على دعمكم الجميل، الله يسعدكم.
نفسك مين بعدهم. والله شكرا يا اخوان على دعمكم الجميل. اللي ما ادري كيف ما جت فيه على التعليقات والله قاعد اقرا كل شيء. شكرا يا جماعة الخير. الله يسعدكم الله. احنا نبغى ننزل هنا صح؟ صح ابغى ننزل هنا. شكلي حنزله. اوه شو كيف فجأة الكف ذا كذا تغير صار كف. اول كان دنجن بالله مو صح. اول ما دخلنا كانه دنجن الحين صار كانه كف. فوت اشياء ورا انا. والله كاني مفوت اشياء ورا. عندنا يمين. عندنا يسار. بما اني وصلت لين هنا خلوني اكمل. فار ذا اكيد فاخ الحقني. غريبة وقف فجأة. اكيد في الفار الكبير اللي تكرهه. اي والله ذاك هو. لطيف لطيف. ساتر والله ما احب اطل فيه حتى. والله يقرف صراحة يا جماعة الخير. موجود بكل لعبة سولز مين مقصرة فروم سوفت. حاطينه بكل لعبة سولز الفار ذا. يجيني واحد يقول طب ما كان موجود بسكيرو. مو سكيرو يا جماعة الخير يعني مين لعبة سولز. والله ما ادري كثير النقاش ذا يصير بمجتمع لاعبين السولز انه هل سكيرو لعبة سولز؟ انا عني والله ما اشوفها لعبة سولز صراحة. عارفين السكيرو كانت لعبة بيري ولعبة ستيلث عارفين كيف؟ ما كان فيها لفل اب ما كان فيها تقوي مستوى كان في الاتاك باور بس يعني مو زي العاب السولز عارفين نظامه مو زي العاب السولز الاتاك باور قوة الهجوم عارفين. يعني في شيء كمان يعني بسكيرو ما كان في فيجر وسترينج ودكستيريتي ما كان في زي كذا. اوكي عندنا الاشياء الحلوة دي. اوه هذا طاح علي. يا سلام والله شيء جميل يا جماعة. ايش هو الشيء الجميل يا عبد العزيز الضرر اللي انا قاعد استقبله قليل. ما كنت تدري تصدقون. كيف كان اوريكم ايش اسوي معاهم. عشان كذا يا جماعة اخر السلاح ذا اللي حطيته هنا. سلام ان شاء الله كلهم. والله مو كلهم. ان شاء الله كلهم. اوكي هانت يا جماعة خلوني بس اسوي واحدة كذا. سباكم تتجمعون حلوين. نجمعهم كذا. حلو حلو. شفت واحد كتب لي قال يا عبد العزيز يا ليت تقوي الاسلحه لين المستوى العاشر. والله يعني نفسي صراحه بس ما اقدر عارفين. ما اقدر يا جماعه الخير. يعني حجار المستوى العاشر كم عندي؟ اثنين بس. عندي السلاح لازم يثبت لي انه كفو. السلاح لازم يثبت لي انه سلاح يستاهل على فكره اني اقويك لين العاشر. المطرقه دي اثبتت لي. بدايه السلسله كانت لين التاسع. الحمد لله. هاي جماعه اخر المطرقه دي بدايه السلسله كانت على المستوى التاسع. اثبتت لي انها يعني كفو سلاح جدا قوي. ومن جد سلاح على زمت فش سويت قوتها لين العاشر. والله الكتانة ذا حق صياد التنانين شكله جميل كذا لما تحطه على فكرة على ظهرك. شو نروح له. ايوه كذا هذا اللي ابغى اسويه الحين. عندنا نزلة من هنا. حلو حلو اجل خلونا نروح سيدة من هناك نشوف ايش فيه. كيف الضرر كذا؟ والله مو مرة عالي. شايفين بلا مطلقة كيف كانت رهيبة. والله ده ما في اكتر خلوني اسيبه خلاص. المطرقة ذي يا جماعة اخر حقت امريكا كذا مختلفة عن كل الاسلحة.
كذا كأنه مبرمج إنه أي عدو يأخذ ضرر كبير من المطرقة دي. شيء جميل صراحة. على الطيب خلوه بالله رد المطرقة عشان أختصر كل شيء. أو خلاص سوي كذا، والله ما فيني كذا أطول معاهم. خلاص أشوف إيش في رول مكسور. أدري كنا كذا بزيد دنجن كذا لونه أزرق عارف شوية. الوضع صار مختلف، عارفين دخلنا جوة كف. أنا ليه ما كملت سيدة من هنا؟ يا جماعة ليش ما كملت سيدة من هنا؟ عشان الحين في نزلة خلاص راح أطلع من المكان ذا. أها طريق مس، لا والله مو طريق مس. أوه الحمد لله رجعت. هنا فئران صح صادق. ليه معليش يا جماعة تأخرت تبنى تستحمل ولا ليش؟ ما كملت سيدة من... أوه السلم يطلعك من هنا. هذيك زي القفزة. طب خلونا بالبداية نشوف هنا ايش فيه، عشان لو رحت بهناك خلاص ما راح اطلع. حاسس انك دحين فجعتني. يا سلام. احنا كنا هنا، البوابة دي بفن نفتحها. الحمد لله. تميمة القرن القوي مستوى 2. تميمة القرن القوي مستوى 2 يا جماعة. تميمة القرن محصن هي ولا القوي؟ زيادة المناعة بدرجة عالية، اوكي. القرن القوي، القرن المحصن، هذا القوي. زيادة الصلابة. هي واحدة اللي جبتها انا. والله ما ادري. القرن القوي وزيادة الصلابة بدرجة عالية، هذه اللي جبتها. تقوي الصلابة يا جماعة الخير. لو واحد قال لي نفسك تالسمنت ايش تسوي يعني جديدة كذا، والله نفسي واحدة يعني زي ما تقول ايش تقوي الدفاع بشكل اكبر، عشان صراحة الدفاع برأيي اهم شيء يعني. عارف يعني طول ما انه دفاع قوي انت بالسليم. الحين نبغى نروح ننزل النزلة ذيك. الحمد لله جيت هنا بالبداية. والله اكثر لعبة لعبتها بحياتي يعني جدا سهل انك تفوت اشياء. يعني دحين لو رحت وكملت سيدة ونزلت مع الشلال خلاص ضاع علي هذا الشيء اللي ورا، يعني ما راح ارجع فيه. هي بوابة دي يوم جيت انت هنا صح واخذت، كان في شيء واخذته. خلونا دحين نكمل من هنا. فارش بسوي الكف ذا بعد اروح لمنطقة التنانين يا جماعة. كان في لفة معلش ما اخذتها. ايوه هذه اللفة اللي ابغاها. كله كان في جدار سري ورا. الحلقة الماضية اخيرا جبت جدار سري يا جماعة الخير. قلت لكم في شيء خطير هنا، والله كانه في يا جماعة. ابغى اسوي كذا كانه الوحش هذاك عارفين. خلونا نحط المطرقة اجل عشان نطيحه يا جماعة الخير. صح هذا اللي نبغى نسوي. اظهروا بال شكله وحش الشجرة ذاك، واضح في شيء خطير هنا. هم حلوين ذولي كثير. الله الضرب كاف، والله ضربتين هنا. قاعد ناخذ من الرول المكسور ذا عارفين. شايفين كيف يا جماعة الخير؟ قايل لكم الضرر مرة طيب. شكلها كيف مو حلو صراحة، بس لكن الضرر جدا طيب جدا. ثقيلة ومملة بس صدقوني يا جماعة الخير الضرر جدا طيب. هذا راح تبدع ضد التنانين، ودحين بنروح منطقة التنانين ف راح نجرم يا جماعة الخير. بطل ذا قولتكم كيف نوصل له؟ ما اقدر اجيب الحصان هنا.
فين في البوابة دي اقدر افتحها؟ لا ما تقدر، هنا كان الرول المكسور هذا كني اطيحه، بس ما ادري ما اظن في شيء هنا. يا جماعة لو تبغى تطيحه كيف زي كذا يا جماعة الخير. لا انا حظي لا حول ولا قوة الا بالله كذا، والله كني كنت قريب. اوه فين جيت انت؟ والله ما ظنيت يا جماعة الخير في شيء مهم هنا. خلاص خلونا نكمل، انا والله كنت قريب اصيدها. هنا في شيء وردي؟ لا ماني شايف شيء هنا، هذا واضح نجي من ورا. انتم ما تخلصون انتم. الطرق قديم قوي على اقوى شيء صح. 25 رهيبه صراحه. قلتكم في شيء ورا ذا، خلوني بس اشوف. الى الان ما جبنا الاثنين صمين يا جماعه الخير، جنود واحد كذا قزم. عارفين لو حبه كذا نكمل دحين، بس ان شاء الله نجيب صمين اكثر قدام. على فكره نوع جديد عارفين. حلو حلو ضربات، وريني كيف المشحون. الله الله على طول يكون مهيئ للطعنه، بس ادري كيف وقف. والله يا جماعه الخير صراحه يعني ما اخبي عليكم من جد، والله عجبني الدفاع اللي احنا فيه. الضرر اللي اخذه قليل كفو والله. عارفين والدرع ذا اي احد مدى يحصل عليه يا جماعة الخير، يعني موجود في بداية الاضافات. في شيء هناك؟ ما شاف في شيء هناك. خلونا نكمل اجل. ادري كيف يوقفوا بسرعة يخرب بيتهم، احنا قاطعنا على طول يوقف. ان شاء الله ما نضطر ان نقفز على الاشياء ذي. يا ما اظن ما اظن يعني الطريق كذا سيد على فكرة. الى الان الوضع تمام، والدجن صراحة مو صعب. طلوا عليه شتم هنا، ما دري انزل هنا فينو ذا. خلونا ناخذ الاشياء الحلوة اللي هنا. كان في واحد والله كنت ابغى اجي من وراء، هنا ما في شيء. كان في واحد وراء ايتم صح ولا لا؟ فتحة ذيك ها؟ كان في عدو واقف ورا شيء يلمع لونه ازرق، ما ادري اذا اخذته ولا لا. امسك مين يا معدوم؟ فكرة يبغى يمسكني ما مسكني، صدفة صراحة. فكرة بصدفة. ايش ممكن الزنازن ذي كذا وراها جدار سري؟ حلو حلو الباب ذا مفتوح. كيف كذا رجعنا هنا؟ كيف رجعنا هنا؟ وعندك مصعد هنا يا حبيبي، عندك مصعد هنا يا حبيبي. هل المصعد ذا كان فيه من اول وانا ما شفته؟ هاي يا جماعة الخير والله ما ادري صراحة، هذا واضح مصحصح اظن. اوه كنت قريب اطيح، ها كنت قريب اطيح يا جماعة الخير، فلانتبه.
يا ساتر الضرر. سكاف والله المطرقة قاعد تجرم هنا. والزعيم الزعيم يا جماعة. خلونا ناخذ الشيء اللي هنا. مكان جميل صراحة. إن شاء الله ما فوت شيء وراه، مع إني والله مستبعد. الزعيم قدكم. أخي أخذك جات فيني كمان. نواجهه بالمطرقة يا جماعة الخير، والله نفسي واجهه بالمخالب الزعيم. على حسب إذا كان ضخم. عارفين إذا كان ضخم واجهته بالمطرقة. إذا كان يا جماعة الخير. إذا كان مو ضخم نواجهه بالمخالب. فخلونا بالبداية نسوي كذا. خلونا نخش فيها يا جماعة. ما عليكم، قلت لكم أنا من الحلقة الماضية من المحاولة الأولى، من الآن ما راح أجيب الصامن، عارفين؟ قول له شو الظلام ذا؟ لابرت المبارز الملعون، أوكي هذا ذا. سلام. غريب هذا الزعيم. كفو يا الضرر. كذا حد دوري. معقول هذا الزعيم هذا مو قوي مرة. والله شوف لو حطه مخالب افضل من قدر اصيده. الله 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 الله، دوبه كان بليد ذا ولا ايه؟ تعب تعب طيح. اهي الله الله. ما بقدر اجيبه كسبن. ميرا المبارزة الملعونة. يعني اجيبه كالصابن يا جماعة الخير. بدكم اقوي لنا العاشر وتشوفوا. خلونا نروح اقوي بسرعة ونجربه. او بعدين عارف بعدين اقوي. انا والله ما ادري، ما اظنه جدا جدا قوي. بالذات المكان اللي نبغى نروح له دحين خطير. فدحين الحمد لله الكف ذا وسويناه. دحين يا جماعة نبغى نكمل من هنا. بس خلوني اشيل علامة الكف ذي وخلاص سويناها. حلو حلو. نبغى نروح دحين من هنا يا جماعة. ما قد رحنا المنطقة ذي ابدا. جينا الحلقة الماضية هنا بس ما سوينا شيء عارفين. واعتقد المنطقة ذي متصلة مع واحد من الشخصيات في تنين على ما اعتقد جلده ومصاب هو المسكين. فايش يبغانا نساعده اظن شيء زي كذا. اوه ابن عملاق ذا بس هناك ذا. احنا بنروح هنا. خلت الجو نهار عارفين. كان في رسالة هنا. ايوه هنا كانت يا جماعة الخير. خلوني بس اوريكم اياها اللي ما شافها. رسالة تقول: باي ليه الرعب المتجسد، اقف امامك مجددا. هذا هو باي اللي يا جماعة الخير اتوقع التنين ذا. فالحين عندنا مواجهة التنين. حلو حلو شيء جميل. راح نستخدم مع المطرقة.
بس ما ادري كانه معاه فزع يخرب بيته. كانهم ثلاثة تنانين. خلوا اقرب اشوف ايش يصير. يا جماعة خلينا نشوف اقرب اشوف ايش يصير. وميتين ولا لا؟ والله ما ميت. حجر الحصى الحاد. اوه 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 فيهم واحد عايش. تنين يا جماعة اكيد راح اجيب الصبر. فيهم واحد عايش يا جماعة. ايش ابغى اسوي انا؟ يابا اسوي كذا صح؟ اوبا يا جماعة الخير اسوي كذا. راح نخش فيه هو ذا. ايت واحد التنين قولتكم. هذا حجري والله ذا شكله. اوكي الى الان قتلت ثلاثة تنانين. ان شاء الله ذا الرابع. تنين القمة المتعرجة. والله. اوكي حلوين. والله راح اطيح والله الضرر طيب. فجت فيك فيك. حلوين طيحته خليه. ادي الله اربوم 6370 الضرر. اوكي الان حلوين يا جماعه. الواد انت بطرف دائما كذا على اليسار نفس التنين اللي كان بالقصه الرئيسيه يعني في نفس هجماته. ما ادري والله هذا بايل التنين قصده عليه ولا لا. ولا جديده دي. حلو حلو بشركم جت فيه. حلو حتى دي جت فيه. طيح كافه طيحناه وهو ذا اللي نبيه. وانهي الله بربوم من بعده. كافو يا جماعة الخير والله كافو. المطرقة دي 10 من 10. تم صرع العدو. بسم الله كافو. لحم حراشف التنين ايش يسوي ذا قلتكم؟ خلينا نشوف يا جماعة الخير لحم حراشف التنين ذا ايش يسوي؟ اظن من الاشياء اللي هنا تعزيز النشاط وقوة التحمل والقوة والبراعة على حساب فقدان نقاط الصحة بشكل تدريجي. يا لطيف لطف اي شيء يعرف كيف باللعبة دي يقولك تخسر من الصحة انا ما انصحكم فيه ابدا. والله كفو يا جماعة الخير. مطرقة دي قسما بالله الى الان 10 من 10. الحين من فين جيت؟ انت جيت من هنا. عندك يمين وعندك يسار. خلونا نروح يمين بالبداية قصدي من هنا. ايوه ايوه هنا بعدين نروح من هنا. ثواني ثواني هو كم طريق عندنا؟ عندك من هنا. هنا ايش فيه؟ هنا ما في شيء. انا كان على بالي في شيء هنا بس ما فيه. بس في النباتات ذي عارف كيف زهرة فلغر الحمراء. عندنا طريق من هنا واضح طريق رئيسي وعندنا طريق من هنا. خلونا نبدأ بهنا. كافة يا اخوان والله مرة رهيب المطرقة دي. 10 من 10 بدعت ما شاء الله. خلونا نشوف هنا ايش في. هل في شيء هنا؟ بس خلينا نشوف هل في شيء هنا. هذا مين؟ كنت بجيبكم هنا. خلينا نوريكم ايش اسوي معاهم. الحلقة الماضية جلدناهم يا جماعة الخير بالهولي على طول عارفين بالمقدس نقطة ضعفهم. الله والله مرة رهيب الاشوفور ذا.
طريق الرصاص كنه من هنا. خلي بس تجلدهم الحلوين ذولي. دائما معاهم الكبير ذاك ما ادري فينه. في منطقة حمراء كذا ان شاء الله مصير راح اوصل لها. يا جماعة تخيل في منطقة حمراء كذا عبارة عن زي الورود الحمراء، ان شاء الله راح يجي وقت راح نروح لها باذن الله. اعتقد قريبة من منطقة التنانين متصلة ببعض اظن. سيدة من هنا قدكم في شيء؟ خلونا نروح سيدة من هنا نشوف ايش فيه، عشان ما جيت من هنا، انا جيت من تحت من الجهة الثانية قصدي، من هنا ما جيت. اوكي ابغى اقول ما في شيء هنا، ان شاء الله ما في شيء تحت. والله ما استبعد فجأة في كف. ما عليكم انا بعدين، عارفين انا كل جهة اروح لها بعد ما اروح لها يا جماعة تخر كذا اجي اطل اشوف مفوت شيء ما مفوت شيء، عارف كيف يصير. لو مفوت شيء اجيكم على بداية الحلقة القادمة اقول لكم كم في كف هنا، زي كذا زي اللي سويناه مع المجاري. فاكرين المجاري اللي بالمنطقة ذيك البلاروت، عارف كيف استوطنة بلاروت هذيك اللي واجهنا فيها الاسد الرافز، كان في مجاري عارف كيف، جبت المفتاح ورجعنا زي كذا. شو المكان الغريب ذا؟ بالله يقول لي من هنا جبت تعويذات التنانين. حلو حلو، مذبح قربان التنين الكبير. تمين انت. اوه هذا اللي كان مصاب، هذا هو. لا مو ذا، مو ذا. هذه أول مرة أشوفها. جوهر التنين. Vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. التهام الجوهر القاهر. Yes. Yes, as it should be. Now, seek the jagged. ما المتعرجة. There you will find Bale. The oldest and vilest of all dragons, Landbound warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placidus. على طيف اسمه. مباركة التنين العريق. Warrior true. استفسار بشان. أوه هذا التنين الكبير. In a time بايل. Long past, بايل turned upon the dragon lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, becoming a sworn enemy. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for dragon communion. Landbound warrior, my lord Placido Sax has shown your kind what must be done. Seek communion, sate your boundless, feel the euphoria of a dragon's essence. هذه واضح نظامها اللي ادتني اياها، نفس نظام ايش كان اسمها هذيك، والله نسيت اسمها، بالقصه الرئيسيه فاكرين اللي تديك حضن، اتوقع نفس الفكره يا جماعة. تخيلوا هذه هي، خلينا نشوف ايش تقول. استخدام نقاط التركيز لزيادة إلغاء الضرر كله. اوكي تعالج نفسك يعني وكذا. نعمة منحتها كاهنة قربان التنين باسم لورد التنانين بلاسوكس. تستهلك نقاط التركيز لزيادة جميع اشكال إلغاء الضرر بما يشمل البدني. ماذا نستخدم هذا ابغاه؟ بس والله ما ادري اذا ابغى استخدمها ولا لا، يعني انا اي شيء يعني
فترة محدودة ما أحب أعتمد عليه. أعرفك يا جماعة الخير، خلونا نرتاح دحين ونشوف إذا عنده كلام جديد. كل بلده يجي هنا مثلا يجيب تعويذات وكذا. الله 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 الله، التحول إلى تنين مخيف لإطلاق. صيحة يصحبها انفجار، موجة حرارية، يا لطيف يا واضح الشكشيب. تاريخ ألعاب السولز التعويذة ذي اسموها، تحتاج فقط الغموض 9. غريبة هذه، التحول إلى تنين مخيف للهجوم بعظام حادة مشبعة بالبرق. يا لطيف، تحتاج قلب بايل. والله نفسي أجيبها الاثنين، نفسي أجيبها الاثنين يا جماعة الخير. هذه بدنا نجيبها. الله الله، التحول للتنين، نفس لهيب الشبح. لازم الإيمان يكون يا جماعة الخير. 23 جبتها، والله جبتها يا جماعة الخير. هذا لازم قلب باهي، اللي هو كم واحد فيه منه؟ يمكن لما تقتل يديك اثنين. والله شكله تنين اسطوري. سبب بلا متحمس واجد ثقيل. ليه؟ لو تحط المطرقة وذا. خلوني يا جماعة الخير، قلت لكم الاعداد لك حنشوف كمان. ايوه حنشوف اعتقد. خلوني يا جماعة الخير، ايش ابغى اسوي انا؟ يس، خلوني احط المخالب هنا. ترى المخالب والسلاح ذا المقدس على فكرة. الحين خلونا نحط التعويذة الجديدة. يقول التحول إلى التنين. يا سلام. خانة واحدة بس. والله هي تعويذات التنين أغلبها لك عليها صراحة. أنا مستجي عليه هنا. وما تقدر تسوي شيء هنا. شايفين علامة الصفر، ما تقدر تسوي شيء. كان راح نستخدمها ما عليكم. بس خلينا نشوف إذا عندها كلام جديد. بس الاستفسار بشأن بايل. معقولة قد كذا قد ذا؟ والله شكله تنين كبير. اسمع عليكم، مع المطرقة. مع المطرقة يا جماعة الخير راح نتوصل فيه. لما كنت طالع على المنطقة الحمراء ذيك، الزهور الحمراء، كنت أشوف التنين ذا. فممكن من عنده نروح. والله هي ذي، والله شكلها هي ذي. هم استلزم من تحت. ما عليكم، كان في طريق ورا وراح اروح له. اوكي نقدر استخدمها. تحول الى تنين قصدهم كذا. اوكي، انا كعبال تتحول الى تنين. هذه التعويذه حقت التنين. رب ايش كان اسمه هناك؟ ما قد هنا تقدر تروح. تنين لهيب الشبح يا جماعه الخير، هذه تعويذته. احنا فين؟ انت هنا. اوكي، انا نفسي اجي هنا المنطقة دي كلها. والله نفسي اجربها ضد اعداء. ونكمل على هنا. صدقوا كان على بالي تتحول الى التنين، كان في شيء زي كذا. مقبرة شارو الخفية. فاكرين بدارك سول الجزء الثالث؟ كان اعتقد في كويست لو كملته تتحول حرفيا الى تنين. لا، قصدها ممكن يعني زي كذا تسوي تعويذة التنين. اوكي، انا كعبالي يعني تتحول الى التنين، كي شكلك يصير التنين. كعبالي زي كذا عشان بدارك سول 3 كان في شيء زي كذا يا جماعة الخير. الحين عندنا منطقة كاملة هنا. خلوني بس اخذ الاشياء ذي. وصفه حرس القبر، ابغى الجريس بس اللي هنا. هذا هو الزعب ذاك. الله الله، والله يا جماعة الخير جت تمام. خلونا نروح نخش فيه. عارفين الزعيم ذا واجهناه كثير يا جماعة الخير، حافظين عارفين. اوكي، انا ابغى اجرب مع التعويذة. متحمس استخدم مع التعويذة. خليني بس اقرب منه. فاكرين الزعيم ذا؟ خلونا ناخذ له حبة كذا. وديه اللي صحته ما بانت الى الان. مو كذا مو زعيم. اول كان زعيم بالقصه الرئيسيه. اوه، هذا مين اللي معاه؟
خذ الهايج ذا عرفته. اوكي خذي كذا. اكره ذا كره والله. اوكي جات فيه الحمد لله. من الزعيم ذا؟ هذا هو. خبيته بس اختفي. والله التعويذة ما سوى ضرر كبير يا جماعة الخير. خلي اجري معاه كذا. ايوه شو اوكي هذه ضررها تصدقوني ممكن اعلى. ابغى افلت منها بس كنت محدد وماني قادر. اوكي كافونا هنا. العدو ذاك كان اقوى من الزعيم اللي طلع لنا. الحين انا بس ابغى جريس هنا وابغى ارجع وراه. بس ما ادري والله ما شاف اي جريس يا جماعه. كان جميل صراحه. بس هذا المكان اللي كنت اشوفه من بعيد يا جماعه تقر هو ذا. عندكم شيء هنا؟ هذا ايه؟ كانه شيء كبير جاه. اه انت. خلونا نشوف على هنا يا جماعة تخرش فيه. ما شاء الله اشياء كثيرة موجودة عارف بالمنطقة دي حقت التنانين. بس الهدف الرئيس نفسه اقضى على التنين. التنين يا جماعة الخير نفسه اقضى عليه. بس خلونا نشوف ورا الشلال ذا في شيء. اوكي ما في شيء هنا. هنا طيب. نفس ارجع ورا كان في طريق على ورا لما قلت لكم في يمين ويسار. اعتقد اخذنا يسار ومتبقي يمين. بس غريب المكان ده ما في اي جريس. انا بس الاعداء ذولي. اكيد عندكم شيء كافينا ولا هنا. والله مشغل الكشاف انا. خلونا نطلع من هنا يا جماعة تخرج اشوف اذا هنا في شيء. الحمد لله هنا الجريس. اوه اوه اوكي عندنا التمثال حق ميريكا. هل الزعيم حول هنا؟ التنين هذاك خلوني بس ادي نظرة كذا شو. صدقوني هذه ساحة التنين. حنجي حنجي اكيد ان شاء الله. بس ايش؟ خلوني يا جماعة الخير اخذ يسار من هنا. بس بسرعة اخذ يسار من هنا شوف ايش فيه. مكان جميل صراحة. في من الطائر ذاك شايفينه. شو اللي اخذته ذا؟ نداء تيبيا. تعويذة دي ولا ايه؟ والله ما ادري ايش اللي اخذته هذي. كل الحلوين اللي هنا اقتلهم. الحمد لله ما شلت السلاح ذا. هذول يسوون ضرر كبير بالذات الكبير. والله يسوي ضرر كبير. ايوه يلا طيف يا جماعة الخير. قلتكم الكبير مصحصح. شو ابغى اسوي معهم؟ انا دائما شو اسوي معاهم؟ اي والله خلوني اديهم التعويذة الجديدة. ادري والله راح تنفع معاهم ولا لا بس خليني اجرب. والله مي مره يا جماعه الخير وتاخذ من الاف بي كثير صراحه. والله كان نفسي يعني انها تكون رهيبه بس ما ادري شفتو كيف. عافي ذا يخرب بيته. اوكي هنا هنا مش عندكم هنا. انا كعب الكبير ذا راح يصحصح. اوكي اوكي جبت عيده جديده حلقة الضوئيه الطيفيه.
والله التعويذة الجديدة حقت التنين صراحة لك عليها. هاي الجماعة تاخذ من الاف بي كثير والضرر مو مرة عالية، بس ما ادري ممكن ضد بعض الاعداء الضرر يكون عالي. عارفين هذه المنطقة الزرقاء اللي كنا فيها، وفي تكملة من هنا التنين تحت، واضح ساحة التنين. بس السؤال هو التنين هذا بايل اللي يتكلموا عنه والكل خايف منه ولا لا؟ يا جماعة راح نيجي هنا ما عليكم. الحين ايش ابغى اسوي انا؟ ايوه ابغى ارجع من هنا، في بعدين اجي هنا ما عليكم. عشان الله لا اخبط ايوه خلوني من هنا. ناخذ يسار يا جماعة الخير، احنا اخذنا يمين اظن ما اخذنا يسار. ناخذ يسار نشوف ايش في يسار. بعدها اعتقد منتظرنا التنين. ما عليكم راح اغير الاسلحة يعني لما نبغى نواجه التنين ما راح اواجهه بالسلاح ده، مع انه رهيب والله مو مقصر، بس عارف راح نستخدم سلاح ثاني. التعويذة دي والله يعني لك عليها حقت لهيب الشبح يا جماعة تخيل والله ما مرة صراحة. زي ما اقول لكم ممكن ضد بعض الاعداء يعني الضرر تشوفه عالي ان شاء الله. الحين والله مره صراحه لك عليها والله. انا زي ما اقول لكم كمان تعويذات التنين احنا اغلبها لك عليها، حتى التعويذه ذيك لما تجيب اللي تجيب هذيك التعويذه اللي لما تقتل التنين ابو رصين هذاك، والله نسيت اسمه فمعلش مشوا لي التنين ابو رصين، لما تقتل تجيب تعويذه كذا حقت زي الليزر كذا، حتى التعويذه دي صراحه كان لك عليها، شكلها كان مره رهيب وجميل بس كان لك عليها صراحة. عارفين يعني ما كانت تسوي ضرر كبير وتاخذ من تشفط الف بي كله. عارفين كيف؟ ومن هنا عندنا طريق كامل من هنا، عندنا يا جماعة الخير طريق كامل من هنا. اوه فاكرين كنا تحت هنا منطقة الاصابع، اي والله كنا تحت هنا بالحلقة الثامنة اظن، بالثامنة كنا هنا. وشوف الرياح هنا اللي ترفعك على فوق. ما عليكم راح ارجع ورا انا بس بشوف الجهة ذي ايش فيها. ما شاء الله والله اشياء كثير يا جماعة الخير. والله انا استغرب من الناس اللي ما شاء الله تبارك الله يعني بقل من اسبوع مختمين اللعبة، ما ادري. يعني انا كل يوم قاعد العب تقريبا 4 ساعات. يعني شايف اشياء كثير ولسه باقي اشياء كثير اسويها. وفي يسار ما ادري هذا احس اخر اللعبة تبغى تستعجل فيها كيف بسرعة تروح الاماكن الرئيسية. الحمد لله ما شلت السلاح الرهيب ده، خلينا نشوف هنا ايش فيه بعدين نطلع لفوق. عارفين في من الرياح ذيك راح اروح، بس خلينا نشوف هنا تحت ايش فيه. هذا الكبير ده خطير ده، هذا الكبير اي والله. حبيت ذا فكان مختبئ ما شفته اول. خلونا ننزل هنا نشوف ايش فيه بعدين يا جماعة نطلع مع الرياح ذيك نشوف فوق ايش فيه. وصفة الزعيم الأعظم. عندكم كف سري ذا، كأنه كف سري. أحلى كان كف سري. خلونا دحين نروح مع الرياح نشوف تودينا على فين. نروح مع الرياح يا جماعة الخير نشوف راح تودينا على فين. ما شاء الله ما شاء الله على طلعنا فوق ها على الرياح كذا رفعتنا يعني لمسافة عالية. أنا ما افتكر كان في قد كذا ما شاء الله. كله في الرايح انا وانت من هنا وقعد تروح. اوكي اوكي بما اني وصلت لهنا خلنا نكمل. شوف جريس امامي يا والله الطيب. قلت لكم التنين هنا، والله شكل التنين الكبير هنا.
جماعة الخير شكل التنك واضح كل ساحة خطيرة فيها شيء خطير. يا جماعة واضح ساحة خطيرة كذا. خلونا نكمل بما اني وصلت لهنا خلونا نكمل. ولا في عدرة التنين هنا. هو ذا التنين قصدهم على قولتكم. تنين القمة نفسه يا جماعة الخير اللي واجهناه أول. متعرجة. بس كانهم اثنين. وقاعد يخش ببعض. كافو والله. شو ابغى اسوي؟ احط له مطرقة رهيبة. طلع المطرقة الرهيبة بس خليني اجيب كذا. حط المطرقة يا اخوان. يلا الطفولة قاعد تحارب بعض كفو والله. انا ما تسوي كذا. ويت واحد اللي نبغى نقتله احنا. والله ما ادري قتال ما راح يكون سهل اخرب بيتهم. واضح مبرمج ما في واحد فيهم يقتل الثاني. اوكي الاثنين جت فيه. اداني نظره الله ياخذه. يا ساتر والله دي مصيبه. اوه ثقيل انا ليه؟ اوكي حلت المشكله الحمد لله. وش فيهم جاي عندي ليه؟ اوكي كافو التنين الاول بنتهي. يا لطيف الضر اللي سويه عالي. ونحاول ادي له واحده كمان. سلام وطيحته طيحته بس ان شاء الله ذاك يخليني. الله يوفقك ما خلاني. الظاهر راح الحق. الله ياخذ ذاك نكد علي. اوكي اوكي بس مشيت تمام كفو. خلنا ناخذ الحبة كذا. هلا تهجت فيك ذي. اوكي اوكي الاول مات باقي الثاني. قسما بالله سلاح يا جماعة الخير. 10 من 10 ما شاء الله. ناخذ الحبة كذا ايوه. اوكي قصت له فراح. هذه شكلها فيني. والله كفو مسيطرين على القتال. اوكي الحين اطيح ان شاء الله. طيح المخيس. طيح. ما طاح لسه. رجله دي تبغى تيجي. طيح. الله الله خليه خليه خليه. ابلع المخيس. جلد يا جماعة ما في الا قوة جلد. الله الله افضل مطرقة باللعبة صدقوني يا جماعة تخر رهيبة. هذا مين اللي يضحك؟ ربيت هذا مين؟ كيف معاك مستوى؟ انبهر مني. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? شكله بيجي. Conjure your past. How once you were. When fear was yet foreign to you. وين والله ما ادري وينه. هذا ذاك اللي كان مصاب. يقول اظن اسمه. بس فينه؟ لما كنت واقف هنا كانه جنبي. والله توقعت التنين اللي تكلموا عنه بايل. يا جماعة. خلينا نشوف بالخريطة هذا هو. يقول يا جماعة الخير اسمه هنا. ما شاء الله صوته كان كأنه جنبي. اشوف الحين ايش يقول. كيف وصلت لين هنا وانت مصاب؟ Drake warrior. Dear friend. Grant me this one wish.
Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bail the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. والله متحمس واجه اصبع ايفون المنفوفة يا جماعة خير. Proud Drake warrior, scale the jagged peak. Face Bail the Dread, and when you do, summon me. بنستدعي بس خلينا نشوف الاصبع حقه شو يسوي. والله مرة متحمس واجه. ما ادري يا جماعة خير قد شفتوني متحمس. دائما متحمس انا. خلينا نشوف يا جماعة خير الاصبع اللي الدنيا فينه. وهذا هو وضع علامة استدعاء في وضع اللعب الجماعة التناوله مو ذا. إلا هو ذا عنصر اللعب عبر الانترنت ولا صابع دائما حقت الانترنت وكذا. ممكن استخدامه ايضا عبر قائمة اللعب الجماعي. شكله لما تبغى تلعب بالاضافات جماعة لازم تجيب الاصبع ذا تصدقون. اتوقع والله ماني متأكد. انا والله مالي بالاونلاين ابدا. قمة المتعرجة ممكن نواجه التنين المتعرجة. احنا قمة المتعرجة يا جماعة الخير. نروح. والله متحمس كعبالي ورا التنين طلع هنا. والله شيء اسطوري قسما بالله. المكان اللي احنا فيه وبالبداية تسخب مع التنين هذاك وبعدين تروح تواجه التنين الكبير. شيء جميل صراحة. يعني ما تكمل العاب السولز من غير مواجهة التنانين. عارف كيف؟ والله مرة متحمس اشوف التنين ذا شكله كبير. عبالي في جريس هنا وبس في ايش؟ ما عليكم في شو اسمه؟ في يا جماعة اخر التمثال. يصير لو مت ارجع عارفين. هذا والله صدفة رجيت هنا اي والله. هذا جاينت اللي قاعد يطيحها. اعتقد يجيك شيء هنا حلو حلو سكدوه. والله مرة مكان رهيب. اجمل مكان اجمل منطقة جيتها الى الان. هنا ايش في هنا؟ طريق واضح كان سيده. بس هنا ايش في يا جماعة الخير؟ اوكي عشان تجي من هنا كذا اذا تبغى تتجنب الحجار ذي. اوكي اوكي. فيا اخوان التعويذات اللي ورا كان يقول لي جيب اكثر من قلب حق بايل. فما ادري ممكن لما تواجهه يعني او ممكن بدك تواجهه اكثر من مرة. والله ما ادري صراحة. يا لطيف والله هذا هو. ها هو ذا توقعته كبير. يا سامن اوصيك عاد قل لي استدعيني. قل لي استدعيني بس هو ذا. خليني اشوف كذا. والله ما ادري اذا اقدر ولا لا. ممكن لازم اللايت شكله تصدقون زي ايش؟ زي ذا رينج سيتي. كان في زعيم تقريبا زي كذا يعني بدك تستدعي اللعيبه اونلاين وكذا. شي ما اقدر اظن لازم تكون متصل اونلاين. وقل استدعيني. قطع استدعاء شكله تستدعي لاعب ثاني زي كذا. والله ما ادري صراحه. لو كان في العلامه حقت هذاك الايجوون كانت المفروض هنا بس ما ادري ماني شايف. دحين يا اخوان دحين 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 تنين ذا. انا بالبدايه نسوي كذا. والله ما ادري اذا التنين اسطوري ولا لا. والله ما ادري. نسوي كذا حلو. نسوي كذا يا جماعه الخير. مو هو هذا التنين ذاك. اعتقد كان موجود بالقصه الرئيسيه. يا لطيف الضرر. وش هذا البرق؟ الله يستر. يا لطيف. اوكي اوكي واضح صخب مع الزعيم ذا. ما عليكم حتى لو مت ارجع. والله ما بقي اسعافات كثير. انا كنت ابغى ارتاح بس والله ما ادري قلت ممكن في جريس قدام.
والله برا نسوي جدا طيب، بس ما ادري اسعافاته بكم راح تكمل. ايش بيالف الله يستر. هذا مكان موجود يا جماعه خرطة القصه الرئيسيه. ديه ها فلت الله ياخذه. هلا طيف الضر والله ما بقى مع اسعافات يا جماعه. ما الظاهره المره دي. اوكي كم عليكم ان شاء الله مره ثانيه. والله شفتوا جيتوا ما كان معي اسعافات. والله بكم بقي له ضربه واحده مشحوره ونطيحه. الحمد لله في نصب مركه قريب ما شفته. بس مو يا جماعه تخرب التنين ذاك واضح. كل قمه تطلع حتلاقي تنين. ها يا جماعه اتوقع زي كذا النظام. ايش ابغى اسوي انا؟ يبقى اول شيء ابغى اسوي اجيب السامر. والله كف المطرقه ذي يعني بوقتها يا جماعه الخير. حلو حلو الحقني يا السامر ان شاء الله ما اقدر على روحي حتى لو خسرتها. ما عليكم انا اطيف الضرر. تفيدي ما شاء الله. والله بداية سيئة يا جماعة. اوكي حلو حلو. راح يستر الضرر. والله مرة بداية سيئة. خلونا نرجع لورا وما اطمع. كل ضربة قاعد تجي فيني. قفلت منها بالشركم. ايش بسوي دحين؟ خلونا نرجع لورا وقوي نفسي افضل. خذ لي حبة كذا. كله نبغاه بس نطيحه كم مرتين عارفين. اخ ياخذ والله الضرر اللي ياخذه مو مرة كبير. يا لطيف والله متعافي يا جماعة. اوكي اوكي بس مقدور عليه ان شاء الله. لازم تضرب ضربة وتهرب عارفين. تضرب ضربة وتهرب. الضرر اللي سوي جدا جدا عالي. اوكي مدري اجيب الحصان. خل اجيب الحصان واخذ ارواحي بسرعه. يا الله جت فيني والله كعبل كعبل. ممكن وانا بالحصان ما تجيب فيني. ما عنوا علي. سبحان الله ونعم الوكيل. هل فيني قلتكم؟ هذه فرصتنا. والله هو نقطة ضعف راسه بس كيف توصل راسه عارفين. هذا اثنين فيني الله ياخذك. والله الطيب والله يا جماعة تخرى الضرر يسوي جدا عالي. يهو متى مخليني اضرب حتى الله ياخذك. تجيب الفرنزي والله ما في وقت للفرنزي. خلونا نجرب من جديد. عارفين ما ينفع على الجريت رونز الا لو سوينا ضرر طيب عارفين كيف. والله هو بس اللي ابغاه كم ضربه نظيفه بس وراح يطيح. يا جماعة الخير هذا كل اللي أبغاه.
كبت مروحي. أبشركم ما جاني شيء. تبي طلع لك أنت ترى. لا تطمع بس ضربة ضربة ضربة. ونحامني كذا ليش لا؟ ما تبغى تحدد وكيف كانوا عليا. سوي لك شيء الله ياخذك. ضربتين ايوه ايوه تبغى ترجع لورا ما شاء الله جت فين وانا بعيد. اوه لو اجي وراء. مو مخليني اصلا مخليني الله ياخذه. ان شاء الله بت منها. ونار ذي جت فيك ما شاء الله. والله شكله باخذ ضرب طيب. يا لطيف يا مجنون. ان شاء الله لحق اخذ لي واحدة. جمل الصامن جمل. يا لطيف خربة ابو العاف اللي فيه. اديه تابع عنه عليك ترى. كان تقريبا نص قوته. اوكي هذي فيل دي. ناخذ الحبة كذا ليش لا. تابع الحب يسوي الضربتين اظن. يا لطيف الطفح توصل. اوكي احتاج افزع بعد الصامن ضروري. والله ما ادري فين وقسما بالله. طيح الله ياخذك طيح. انا هالصامد شكله احب رهيني ان شاء الله اقدر يا جماعه. لا تفيد الله يوفقك. خلوه يهبط ان شاء الله نقدر يا جماعة تأخر بإذن الله. على الطيب هذي فيني دي. الله اوكي اوكي يا جماعة تخر راح نقدر ان شاء الله راح نقدر ان شاء الله. الضر اللي احنا نسويه طيب والله بالراحة اصعب. احنا مو بس اصعب زعيم اصعب تنين الى الان. والله كنت افعل جريت روينز هذه المرة كان ممكن قدرت عليه. تقريبا حفظ ضربات ان شاء الله برا دي مقدر عليه. حلو حلو فلت منها خلو يجيبوا على هنا. بالشركة بداية حلوة
ثانية جت فيني واحدة أخذك. يوكب فلت منا بس مدري فينه. خلص يحبة كذا بسرعة أخش فيه إن شاء الله لحق. فلت الله لي وفقه. يا لطيفة كمية الضرر. كنت ماشي تمام بس بعدين جبت العيد. جلس اسوي الله ياخذه بس فات منه الحمد لله. كيف ما جت فيك دي؟ المفروض فيك الله ليوفقك. الاثنين فيني. يا لطيف الثالثة شكلها راح تنهيني. والله الضرر اللي نسوي يا لطيف يا جماعة الخير قسم بالله جدا عالي. مشكلة عارفين مو هو التنين اللي قصدهم عليه، هذاك سبوبايل. هذا التنين كان موجود بالقصة الرئيسية عارفين، بس ما كان قد كذا قوي. يخرب بيته بس مقدور. صدقوني يا جماعة الخير بس ابغى طعنة واحدة كذا لطيفة عارفين. يعني انا دائما لما اموت كثير ضد الزعيم اعرف انه ممكن في خلل بالبلد اللي قاعد استخدمه انا، بس انا متاكد انه الشيء اللي قاعد اسويه صح عشان الضرر اللي قاعد اسويه كمان طيب. عارف كيف؟ ارواح ما همتها صدقوني، ما همتها ارواح. كل مره تجي فيني ما شاء الله، ذي المره يعني بشكل طيب جت فيني ما شاء الله. والله دي شكلها فيني. اوكي خلني اجي هنا واخذ ارواحي. جمل الصام من جيتك. ايش بيساوي الحين؟ اضب يجيب النار. اديه عصاب الكابو. هذي نار دي الله يستر ان شاء الله ما تجي فيني. ان شاء الله احشكم. حلو حلو يا لطيف الضرر اللي جاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بعدها في تجارة انتبه. حب حبه كذا والله ما ادري تحمس ولا لا. دش 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 رد. حلوين نص قوته تقريبا. راح يستر من النار دي ان شاء الله ما تجي فيني. جمل الصمن. لا تطاح الله ياخذه. اوكي اوكي اخر اسعافات المفروض كلها اخليها اسعافات.
والله قريبة جماعة تخر. أوكي كلها نخليها إسعافات. خذوا مني العلم. الجريس بعيد المشكلة. الجريس بعيد يا جماعة. آخر موقع نعمي وخلنا نروح له ونخليها كلها إسعافات. خذوا مني العلم. مقدور عليها إن شاء الله. أوكي خلنا نجي هنا يا جماعة. يا سلام. اوكي راح تفرق بشكل كبير. ايش نبغى نسوي؟ مو ذا اللي ابغاه. ايوه نبغاها تصير. خلونا نخليها كلها 14. اوكي هذا احنا نروح نخش فيه. اكيد راح تفرق بشكل كبير يا جماعه تخيل 14 اسعافات. بس والله ما ادري اذا هو الزعيم الرئيسي ولا لا. والله ما ادري. ما يقول واحد اسمه بايل. هذا ما اسمه بايل. بس ان شاء الله مقدر عليه باذن الله. هذا ميت هنا. والله كانه ميت. والله ما ادري يا جماعه. هل كان مداني يساعد ولا شيء؟ والله ما ادري صراحه. هو قال لي استدعيني بس زي ما شفته ما شفت اي علامة سامي على فكرة. اوكي فعلا الله ياخذه. هنا هو. ايوه هنا ان شاء الله مقدر عليه باذن الله. كل اللي علي فقط انا ما اموت. خذوا مني العلم. انا اذا ما مت خلاص مقدر عليه ان شاء الله. انتبه من الصخور دي. اعتقد اثنين هي بس. اوكي يا جماعة ان شاء الله دحين مقدر عليه. ايوه اول شيء انا اوريكم دحين ايش اسوي. ابغى استدعي الصامن. صح وبعده تبغى تسوي كاش. اعتقد تعالجني ذي. صح عالجتك بشكل كامل ما عليكم. ايش ابغى اسوي كمان؟ ايوه نبغى نسوي كذا. حلوين. ولما اقرب منه ابغى اسوي الباف. عارفين حلو قلت منه هذي. اقرب المخيس اقرب. من اولها كذا. ما تقدر تهرب منه هذي. صح كيف بداية سيئة والله. جاك كمان. الله يستر دي شكلها فيني. لازم اساعد السامن. ما قررت ما فيه الكفاية. راح ياخذ بعدني. يا لطيفة كمية الضرر اللي سويه. نسوي له حبة كذا. اوكي الأولى ما فلت منها، الثانية فلت. نجي تحت. الله ياخذه. اوكي يا جماعة الخير والله شكلها المرة دي. عزيز شكله راح يسويها المرة دي. ان شاء الله فلت. اوكي كديته الضربة. حلو يا جماعة تخرس قوته. على طيب طبع خويكم. كف ما بقيله كثير. الله ياخذه. نسوي حبة كذا.
قل عقل الثالث أقدر أتجنبها. ضربتي ما جت فيه والله يا رب. على الطير والله زعيم يا جماعة. كفرت منها. راح ياخذك فينك. ما جت فيه والله ياخذه. استامنا ما بك استامنا. اوه لو اطيحه بس والله على كل شيء اسطوري. الله ياخذ ما قد فيه. كل عليه اركز بس. جمل السماء ما بقي له شيء. هو ذا اللي نبيه. تم مسار على العدو يا جماعة. يا لطيف والله شفتي وجهي كذا ما ابغى اضرب. ديك يعرف قاعد كذا. ديك كذا ما قاعد تجي فيه الله ياخذه. عشان في ضربات كثيرة ما جات فيه. كافو يا جماعة تأخر بالنهاية قدرنا عليه بالمطرقة الرهيبة دي. الحمد لله وروحي بضاعت. يا لطيف والله يا جماعة تأخر كان جدا قوي. سكاف والله اول ما خلينا الاسعافات عرفت كيف كلها حطيناها بالاسعافات احنا ما شاء الله نفعتنا بشكل كبير. كاف والله والسمك كان رهيب. انا ما جيت من هنا. لا ما جيت من هنا. انا ونطلع هنا يا جماعه تخيل شوف ايش منتظر. شكل التنين كبير هنا. والله الضرر اللي كان يسوي يخرب بيته. والله كان عنده ضربات كثيره ما ادري كيف تتجنبها. حلو حلو عندنا كريس واضح قربنا من الزعيم الكبير التنين الكبير عارفين اكيد راح ارتاح. خلينا نرتاح يا جماعه الخير. الحين خلينا نكمل على هنا نشوف ايش فيه هنا. اوكي انا بس في شيء هنا. وصفة ايفون هذا اللي مات. هل كان بدل يساعد؟ والله ما ادري يا جماعة بس ما في شيء. اوه من هنا الطريق. اوكي انا جيت من هنا بطلع على فوق. والله بكمل يا جماعة الخير. خليها حلقة التنانين. يا لطيف والله مكان رهيب. هل في شيء هناك؟ بس خلينا نشوف في شيء هناك. شايف الطلعة ذيك معناك راح اروح من عنده. بس هنا في شيء. والله ما نشوف اي شيء هنا. لكنه في شيء. والله ماني شايف شيء. التنين الكبير فين؟ اكيد لسه في تنين صدقوني. اوكي هذه رفعتنا على هنا. فين؟ من هنا؟ لا مو من هنا. مو من هنا يا جماعة تخذ. فين أجل؟ اوكي كأنه من هنا. كأنه من هنا. انزل هنا قلتكم. أنا مو كنت هنا. والله آخر شيء أبغى الحصان يموت علي هنا. والله مكان خطير صراحة. كيف اطلع انا شايف رياح انا بس كيف اطلع لها؟ واضح لازم اطلع هنا التل ذا اللي على يميني. بس كيف اطلع له ذا؟ اوكي شفت الطريق. خليني ارجع باللابس معلش من جديد.
حلو حلو، احنا دحين هنا فين التل اللي قلت بروح عليه انا؟ مو من هنا. والله ما ادري كيف كان قصدي يا جماعة الخير. من هنا؟ لو من هنا؟ حلو حلو ماشيين تمام، صدقون هذا اول مكان زي كذا. في رياح ثانية هنا يا لطيف، والله مكان اسطوري. ايش منتظرنا هنا؟ خلونا نروح من هنا، ما اعتقد فجأة في كف هنا. هذه بالنهاية كذا بس، ممكن في طلع على فوق. أعرف شيء رهيب، اوكي حجر التنين. حلو حلو عندنا طريق من هنا أظن، أي والله في. يا لطيف ايش المكان ذا يا جماعة، والله من اغرب واجمل الاماكن اللي جئتها. اوكي 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 هنا يا جماعة، هنا التنين الكبير. اوكي اوه لو نقدر عليه هذيك من اول محاولة حيكون شيء جميل، بس والله ما اعتقد. يا رب في كمان كذا عرض اسطوري، عارفين يا لطيف، واضح اقوى تنين سواه فروم سوفت. والله ما ادري اذا راح نقدر عليه الحلقه دي او الحلقه القادمه، بس ان شاء الله مقدور عليه. ظهروبان يا لطيف، والله الساحه جميله. الله يستر، وينه وينه؟ والله خذ ايده كذا النظام خوي، من اولها مسكه باير المخيف يا جماعه. اوكي حلو ضرب طيب. ايه ده ايش قاعد يلف ذا؟ ما حشك حشك، روح ياخذه. اوكي اوكي الان حلوين والله. يا لطيفه كانت سريعه والله، صعب تتجنبها. الصوت والله يفجع يا جماعه. ها لازم تصير ضرب على راسه، عارفين؟ يقولوا ما تحتسب يخرب بيته. اجل هذا ممكن فرينز ينفع معاه، تصدقون؟ محتاجة فيك يا لطيف والله، ما ادري من فين تضرب يا جماعة. اوكي اوكي تقدر مع رجله، تقدر. يا لطيف كانت سريعة مرة. كفرت منها. والله الفرينز ياخذ مني العلم. ان شاء الله محاولة اللي بعدها. ضيعته، تمزح. كان نص قوة كفو. تش 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 غلط. يا ساتر استر، تنينه رهيب. والله ما ادري فين، والله يا جماعة ما ادري فين. هذا هو كله الضرر اللي سواه. هذه كانت سريعة. ناخذ الحبة كذا. اوكي كل الصامل لازم تتابع.
الله يا جماعة الخير خلينا نخش فيه بس. كم مرة تسوي هذه يخرب بيتك؟ حسام انا ابشركم بقينا راح يكافوا من اول محاولة وصلنا الفصل الثاني شيء جميل. والله الطيب كم اقدر عليه يا ساتر والله زعيم رهيب ما ادري كذا تنين كذا على عرفكه على التمساح كذا ما ادري كيف والله ما ادري قلتكم اجرب مع الفرنزي هاي جماعه خير خلوا اجرب مع الفرنزي دحين ونشوف والله مره رهيبه يا جماعه افضل التنين صراحه اللي واجهتهم هكذا يبداها الله يوفقك يا لطيف اوكي اوكي بجرب مع الفرنز ان شاء الله ينفع والله مبطاه والله مو مخلينا يا جماعة بداية سيئة سبق اخبار الفاز الثاني كمان بس والله ضرره طيب الفرنزي اوكي اوكي حلو والله نعم معك في بي صح بس والله طيب ضرر الفرنزي يا جماعه اوكي اوكي احنا لسه عارفين قاعدين نجرب يا اخذك عليك بتجرب يا لطيف طيح على مخيس يا سلام سلم والله صوت الضرب كبير والله الفرنز ياخذوا مني العلم نسيت انه معي اسعافات نسيت اوكي اوكي بالفرنزي خذوا مني العلم بالفرنز ان شاء الله بس ايش كل اللي علي ما اخلي عنو علي انا اعرف كيف كذا اول ما يكون عنو على اعرف كيف على السمن استلموا بالفرنز يا جماعه الخير مع انه والله المطرقة ما كانت مقصرة ترى. ومن هنا نبغى نخليها. ايوه ثلاثة ان شاء الله تكفي. ثلاثة 11 عارفين. صدقوا ما تبغى تستدعي ال هذا على طول. سامن ناخذ الحبه كذا وجهزها يا جماعه الخير يبداها بالتعويذه ذي ارواحي ضاعت خلاص ما عليكم ما سويت راح تجي فيك مو مخليني استدعي احد الله لي وفقه كذا نظامك الله لي يوفقك اوكي روحي راحت خلاص هالبكة والله ما الظاهر يا جماعة اخر المرة دي اخيرا فين الله ياخذه فينه لازم نختار الوقت المناسب
لطيفة هي السريعة ما تقدر تجي وراء. هذه فرصتنا. والله ما ادري يا جماعة تأخر افضل مرة الى الان المطرقة. والله لا المطرقة خذ مني العلم المطرقة ان شاء الله. حاول اللي بعدها. هذا الله ياخذه خلاص تسواها ما كنت وراها حتجي فيك. اوكي اوكي يا جماعة اخذ نفس التنين اللي قبله بالمطرقة. والله معلش الحلقة دي طويلة احنا شايفين التنانين ورا بعض كل واحد اصعب من الثاني. هذا والله ابغى اقول متساوي مع اللي قبله او اللي قبله اصعب. انت شفت اول محاولة عارفين. نيكول احطه هنا. حلو اول شيء ونستدعي الصامن يا جماعة خير احسن ما يخليك الله ياخذه. اوكي باخذ لي حبة كذا. خذ لي حبة كذا ايوه. اول ما تدخل فعل الصامن. عشان ذي والله ما ادري كيف تتجنبها. استغفر الله ما خلاني اعالج نفسي حتى. ماذا بتشرد؟ الله ياخذ فلا تنتبه بيجيك داعس دحين. عرفت منها بس لكنها اثنين من واحدة. ان شاء الله مقدر عليه المره دي. هذا استمر ما قاعد جمل وطاح. والله ما الظاهر راح الحقي والله كسمنا الداكافو. فان شاء الله مطرقه باذن الله. مطرقه ان شاء الله يا جماعه راح نمشي فيها. المفروض هذي فيك الضربة. يا لطيف والله فرشة الصامن يا جماعة. صار ضرر كبير دوب خبيته. فيني ما شاء الله. هذا يمد حنفس الثاني الله ياخذك. حموت حموت اكيد. حيموت يا جماعة الخير. والله ما ادري بيت محاول بس باذن الله مصيره راح يموت. هو يخرب بيته لئيم. ما يديك فرصة تستدعي الصامن وما يديك فرصة تعالج نفسك كمان. والله ما ادري الحلقة طويلة اعتقد راح اسويها جدا يا جماعة الخير. تشوفوني بالمحاولة اللي عشان شفته خلاص قديش قتلني. تشوفوني بالمحاولة اللي اقدر عليها ان شاء الله. منك اخ. طيب بالبداية تعلمنا تبغى تشرد بس.
حلوة. عرج عرج نفسك عشان ما يخليك أعرف اللي ما جات فيه. لا جات فيه. أنا من ماسك السلاح بيدي سبحان الله. أنا عم نوكي والله ما أدري فيني أنا. سكاف والله ذا تسوي ضرب كبير بدي وطاح. أخي قول لي يا أخي أوكي تبغى تهرب. حلو حلو ما جات فينا بالشركة. والله طيب والله مرة شكله جميل. أظنه هبط هنا. هذه لازم تهرب. لطيفة لطيفة والله مواجهة اسطورية. كانت تشرد عبد العزيز. طاح اظن. الله 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 احمد السلاح. وديه. حلوين حلوين ان شاء الله المرة دي. شكلها المرة دي يا جماعة. طمع خوي طمع. يا لطيف جات فينا الله ليوفقك. فيني. لا والله ما جات فيك. انتبه انتبه. حلو حلو كم ضربة طيبة بس. وطاح. بس ان شاء الله انهي كذا. انهي. هو ذا اللي نبيه. تم مسرع الاسطورة. الله الله يا جماعة. قسما بالله كفو. تنينين ورا بعض جلدناهم يا جماعة تخير وصرعناهم. الله الله ودنا روح كثير. 49,000 يا جماعة خير. 490,000. والله تلومون التنينين ورا بعض. والله كفو يا جماعة خير. شيء جميل والله الحمد لله قدرنا عليه. مطرقة المطرقة يا اخوان دي الاسطورية. اي والله العظيم مرتين خلته مهيئة للطعنة. رواحي ضاعت بس عواف يعرفك. كافو يا جماعة خير الحمد لله قدرنا عليه. دحين 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 يا جماعة. يا لطيف شوفوا احنا فين. الله الله هذي واضح كذا الساعة حقت التنين. دحين يقوون نفسه اروح له اشوف اذا يقول شيء. كافو يا جماعة قدرنا عليه. والله كنت خلاص اخر محاولة بعد بسوي اديت بس الحمد لله قدرنا عليه يا جماعة. والله من افضل التنانين اللي واجهتهم. يعني اول بالراحة اللي يقول لي من افضل التنين لعبة الدرينجا عبد العزيز هذاك اللي بفروم الزول هذاك ابو راسين. ذاك كان اسطوري افضل تنين بلعب الصوص. الحين والله في منافسة صراحة في بايل وفي التنين اللي اقول لكم عليه ابو راسين. اترك لنا شيء شايفه من هنا. لبسه ممكن. اي والله القوس. لبسه كامل مكمل. كرة جرس اللي هو كان يبيع اشياء. الله الله الحين اخوان بس قبل ما انهي الحلقة فين هذيك. خلونا نروح لذي نشوف يا جماعة الخير ايش نجيب. نشوف ايش نجيب. عندنا خيارين. هو اداني قلب واحد ما ادري كيف بتجيب الثاني. ممكن تختيبه ثانية. وهذه راحت. قلب الكاهنة كيف كذا سلاحها. سمن بالله يا جماعة اخر شيء اسطوري. قلبه بالله يقول لي ماذا جبت تعويذتان. والله ما ادري ايش اجيب يا جماعة الخير. هذا الغموض 9 تحول الى تنين مخيف لاطلاق صيحة يصحبها انفجار موجة حرارية. التحول الى تنين مخيف
الهجوم بعظام حادة مشبعة بالبرق واللهب. والله ما أدري يا أخوان، أنا راح أشوف، لازم أختار بعناية. أعرفك هذا تأخذ من الـ FB 46، هذا تأخذ من الـ FB 43. هنا يقول التحول إلى تنين مخيف للهجوم بعظام حادة مشبعة بالبرق واللهب، وهنا يقول التحول الى تنين مخيف لاطلاق صيحة يصحبها انفجار موجة حرارية. والله ذي حصري، هذه حسها تعويذة، هذه حسها كل شيء رهيب. اي والله ما دك تقسمها نصين. ما اعتقد قلب بايل ما دك تقسمها نصين. والله ما ادري يا اخوان، انا اشوف واجيكم الحلقة القادمة بالعلم. دحين قبل ما انهي الحلقة خلونا نروح الراوند تيبل ونشوف هذا ايش مدنا نسوي. اخذ جرس جديد، شوف الجرس ذا، الجرس تحطه هنا، شوف الجرس ذا ايش يسوي. هي التعويذتين كلها بين رهيبه، بس راح الاولى احسها افضل. يعرض جرس ايفون، عرض كره جرس ايفون، موافق، اتوجد هنا ممكن. ممكن هنا، هذا حق التاسع. ايش سويت انا؟ الجرس مدته هي مدتها اللي قصد الجرس يا جماعة. هنا عندنا باتش، ما في فون، ما في يا جماعة تأخر. والله ما ادري ايش سويت. اجل ممكن هنا صارت تبيع شيء جديد، ماني شايف شيء جديد والله. والله ما ادري يا جماعه تاخر. انا على بدايه الحلقه القادمه راح اجيكم بالعلم. كذا وصلنا يا جماعه تاخر لنهايه حلقتنا دي. الله يعطيكم العافيه على المشاهده، اتمنى اخوكم كان خفيف عليكم، اتمنى الحلقه دي نالت اعجابكم. ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.